اليوم أول فقرة خصصناها أكيد لحتى نحكي عن موضوع شائع كتير وخصوصا بهذا الموسم بداية الشتاء والطقس البارد والجفاف يلي هو الأكزيما. ما بنعرف إذا هذا يعد مرض أو ممكن مشكلة صحية ممكن تنحل بأساليب مختلفة وبسيطة، ولكن أهم شيء إنه ما نتبع أساليب من حالنا ونحط زيت وعسل. صحيح عفاف، كمان الأكزيما هي من أكثر أنواع الحساسية اللي بتعرض لها الجلد انتشاراً. لها كتير أسباب، بنعرف في شغلات بتهيج، أوقات في ناس بتقول أنا ولا مرة انصبت وفجأة لقيت عندي أكزيما، في ناس دائماً كل موسم اللي عندها حساسية ممكن يرتبط هذا الشيء بنوع معين من أنواع الأكزيما تنصاب فيها. خلينا نتعرف على التفاصيل، الأسباب، طرق العلاج، كل هذا مع ضيفتنا طبعاً اللي صارت معنا باستوديو دكتورة هلا الحوش الاختصاصية بالأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة ويسعد أوقاتك. صباح الخير لكم ولكل اللي عم بيشوفونا اليوم. صباح الخير. صباحكم. خلينا بالأول نعرف شو هي الأكزيما، لأنه ممكن نحن نخربط بينه وبين تقشر الجلد العادي أو الجفاف فبتختلط الأمور ببعضها. خلينا نعرف شو هي الأكزيما بالضبط وشو سبب انتشارها خصوصا بهذا الطقس. هلا بداية كلنا بنعرف لما نحن بننتقل من طقس لطقس مثلا من الصيف للخريف للشتاء، هالتبدلات اللي بتصير بدرجات الحرارة بدرجات الرطوبة، هالبرد الشديد هذا بسبب مثل نقص تروية للأعضاء بشكل خاص، الأعضاء الانتهائية مثل الوجه واليدين، فبصير نحن عندنا نقص تروية أو تقبض بالأوعية حتى نحافظ على حرارة الجسم الداخلية كرد فعل على البرد الشديد اللي بصير برا. هلا نقص التروية هاد بسبب جفاف بجلدتنا، فملاحظ نحن هلا عالشتاء كل الاشخاص بيعانوا من جفاف البشرة، حتى الناس اللي بشرتهم دهنية فبيقولوا لك انه نحن بالشتاء انه صارت بشرتنا جافة اكثر، حتى الغدد العرقية والدهنية بيقل افرازهم بالشتاء، فمشان هيك نحن بشرتنا بتجفف اكثر. هلا هالبرد الشديد هذا وتبدلات درجات الحرارة بيغير من الحالة المناعية للجسم كله، ونقص التعرض للشمس او الساعات القليله اللي نحن بنقعدها صرنا برا بالشمس صارت كثير قليله، وحتى شده الشمس صارت اقل، فنقص التعرض للشمس كمان بغير من الحاله المناعيه للجسم وبشكل خاص الجلد. فبنلاحظ نحن هلا الاشخاص مع فصل الخريف مثلا بلاحظوا انه هن صاروا اكثر عرضه للاصابات الفيروسيه والانتانيه، الرشح والجريب، وايضا حتى الاصابات الفيروسيه ممكن انه تصيب الجلد. وعندنا كمان كثير من الامراض الجلديه يلي بتتفاقم بهذا الطقس ومن ضمنها الاكزيما باشكالها. هلا تعريف الاكزيما هو مصطلح او مسمى عام لمجموعه من الامراض بتصيب الجلد واللي كلها بتشترك بأعراض مشتركة، خلينا نقول بين بعضها، اللي أشعة الحكة، جفاف الجلد، التهاب الجلد، الأحمرار، التقشر، الوسوف، التشققات، الجلبات، في بعض الحالات بصير نحن عندنا حويصلات صغيرة بتشبه الفقاعات، في بيكون ضمنها سائل. طبعا هي مو كل أشكال الإكزيما تجي بنفس هالأعراض السريرية، بس هي مجموعة من الأمراض اللي عندنا نحن هي الأعراض المشتركة اللي بتجمعها كلها. هلأ الإكزيما إلها كتير أشكال سريرية وإلها كتير أنواع، إلها كتير مسببات، في عوامل داخلية وفي عوامل خارجية. من الأشكال الشائعة منها هي إكزيما ربات البيوت، أو إكزيما إحنا بنسميها إكزيما اليد العاملة، الإكزيما التخريشية الأرجية، الإكزيما التأتبية الشائعة جدا عند الأطفال، الإكزيما الدهنية، الإكزيما الركودية الشائعة كتير عند كبار العمر، الإكزيما القرصية، الحزاز المزمن المحصور أو الحزاز البسيط، التهاب الجلد العصبي، فإلى أنواع وأشكال سريرية كتير مختلفة. طيب دكتورة خلينا نحكي شوي اليوم، مثل ما قلتي ببداية حديثك في أسباب كتير ممكن ترتبط بالطقس مثل ما بيقولوا، وفي ناس بيكون عندها حساسية، يعني بطبيعة جسمها عندها حساسية فبتظهر لها، هل هي الأكزيما اللي بتظهر من الحساسية أو بترتبط بالطقس هي نفسها الأكزيما الثانية اللي ممكن تكون طارئة لمرة واحدة؟ هلا الإكزيما بشكل عام شو ما كان سببها أو بالأحرى شو ما كان نوعها أو شكلها السريري ما إلى لحد الآن سبب واضح أو معروف، يعني هي ما أنا والله إنتان جرثومي ولا فطري ولا فيروسي أو ما في سبب
سبب واضح لحتى نحن نعطيها مثلا علاج واضح. هي بتدخل فيها مجموعة من العوامل. في نحن عندنا عوامل داخلية وعوامل خارجية. العوامل الداخلية هي عوامل جينية وراثية عائلية، يعني في شيء له علاقة بالجينات، في استعداد وراثي وعائلي. بتلاقي مثلا إذا بتاخدي أنت القصة المرضية للمريض بيقلك في نحن عندنا قصة عائلية لمرض الإكزيما، بتلاقي أكثر من حدا بالعيلة عنده المرض، سواء كان من أبوه أمه أخواته أو حتى عندهم أمراض جلدية متنوعة. ممكن يقلك أنه الأب عنده مثلا صدفية، حدا من العيلة عنده بهاق، حدا عنده تعلبة. تماما إلها علاقة بالوراثة، أنه بتلاقي عندهم بالعيلة كثير من الأمراض الجلدية المختلفة أو حتى الأمراض المناعية اللي ما لها جلدية. بتلاقي عندهم بالعيلة كثير مرضى مثلا عندهم السكري، لأنه يعني كمان هو بتدخل فيه آليات مناعية، مرضى الغدة الدرقية كمان. أيضا بترافق الإكزيما مع أو ملاقية كثير عند الأشخاص اللي عندهم ربو، حساسية صدرية، التهاب الأنف الموسمي أو الحساسية الأنفية، التهاب حواف الأجفان، مرضى الشرة، مرضى الحساسية الغذائية. يعني بتلاقي عندهم هن هدول المرضى استعداد لأنهم ينصابوا بهي الأمراض اللي فيها تجمعها قصة الحساسية أو الآلية المناعية أو الوراثية أو الجينية العائلية. إضافة نحن عندنا العوامل الخارجية، المخرشات يلي ممكن هي تحرض لك أو تعمل لك هجمة إكزيما، واللي أشياء هي مواد التنظيف، الماء، الصوابين، المعطرات، الكحول، الكلور. في ناس مهنتهم تتطلب منهم بيكون في تلامس مع كتير مواد، مثلا مثل الكوافير، حلاق الشعر، اللي دايما بيجي عمال اللي بيشتغلوا بالبناء بيجي على ايديهم اسمنت. يعني في بعض المهن في دايما عندهم تماس مع مواد هي بتعمل هالتخريج. هلا كمان مثل ما حكيتي سلمى انه سالتيني انه مو كل الناس ممكن انه ينصابوا، هلا الاستعداد العائلي بخلي انه ليش مثلا ممكن انه أنا وأنتي عم نتعرض لنفس المادة، بس ليش أنتي بتنصابي وأنا مثلاً ما بنصاب؟ هلأ لقوا الدراسات الحديثة أنه الأشخاص اللي عندهم إكزيما عندهم طفرة ما بتخليهم تنتج نوع خاص من البروتينات اللي اسمه فيلاجرين. ما عندهم هن هذا البروتين بشكل كافي، فهذا الشيء بيخلي الجلد عندهم، الجلد هو وظيفته حاجز للحماية للوقاية من العوامل الخارجية من البكتيريا، بحافظ على الرطوبة الموجودة قدر الإمكان، بخليه قاوم. لقوا هالفيلجرين عندهم قليل أو ناقص، فبتلاقي حاجز الجلد عندهم ما عم بيقوم بوظيفته الدفاعية الطبيعية اللي لازم تكون عند الأشخاص طبيعيين. فهن لما بتعرضوا لهدول المخرشات أو المحسسات فبتصير عندهم ردة فعل مناعية ما أنا طبيعية، ما بتصير عند الأشخاص الطبيعيين. سو بتظهر عندهم هي الأعراض، الحمار، الحكة، القشور، الحويصلات، فبتكون عندهم الأعراض أشد. كمان من الأسباب اللي الدراسات الحديثة ربطتها بالإكزيما هي الاكتئاب أو التوتر أو القلق، الردود النفسية اللي بتعرض لها الشخص بتأثر على الجلد كتير، بتأثر وكتير بتفاقم الأمراض الجلدية معظمها وبشكل خاص مرضى الإكزيما. لقوا كتير ترافق بين مرضى القلق أو الاكتئاب أنه عندهم هجمات زيادة عن اللزوم، يعني التوتر اللي بتعرض له الشخص يعني والردود النفسية بحرض له هجمات. كمان تبدلات درجات الحرارة بين البرودة الشديدة والارتفاع الشديد، التعرق، تبدلات درجات الحرارة كمان هي من الأسباب اللي ممكن أنه تفاقم لنا الحالة. النوع الألبسة اللي نحن بنلبسها، كمان الناس اللي بيلبسوا كتير شيء فيه صوف، نايلون، أو حتى مثلاً التياب، أحياناً في ناس بتحسسوا من الأصبغة الموجودة من التياب، وخاصة الأطفال، كمان هدول بحرض لهم هجمة إكزيما. فالأسباب كتير مختلفة، بس مثل ما حكينا نحن بيكون عنا استعداد بالأول شخصي جيني، وعنا نحن عوامل خارجية بتحرض لنا الحالة. طيب دكتورة، يمكن هيك جاوبتينا على كذا سؤال بمعلومة واحدة. خلينا، في ناس وقت بيصير عندهم جفاف أو أعراض إكزيما فوراً بيستخدموا مواد طبيعية، ممكن عسل، ممكن زيت زيتون أو بنتينول من عندهم، يعني ممكن تكون هاي الأشياء ضارة. خلينا نصحح هاي المعلومات ونعرف شو بدنا نتصرف هون بهاي الحالة.
أهم شيء بعلاج الإكزيما نتعرف نحن على العامل المحرض ونحاول نتفاداه قدر الإمكان. يعني قد ما الطبيب عطى للمريض علاجات، وإذا المريض عم يضل يتعرض لهالعامل هذا المخرج أو المحسس ما رح يلاقي فائدة، يعني ما رح يلاقي فائدة، رح تضل هالهجمات هي عم تتكرر. فمثلا الإكزيما اللي سببها مثلا الصوابين ومواد التنظيف اللي بتصيب كل حدا فينا او ربات المنزل، هلا انت لما بتقلي لي انه انت لما بتشتغلي البسي كفوف نايلون، في وفي منهم مثلا بعض انواع الكفوف بيجي بقلبها قطن حتى يعني حتى مثلا تحمينا حتى من الحساسيه من النايلون. مثلا خففي كثير من استخدام هالمواد، حاولي كل ما غسلتي او اجى على ايديكي مي نشفي مزبوط وحطي كريم مرطب. اذا المريض ما التزم بهي التعليمات فهو اوريدي عم يضل عم تعرض لنفس المخرج، فما رح كتير يلاقي فائدة. فأهم شيء بالعلاج هو الوقاية، أنه نحن نبتعد عن العامل المخرج. هلأ في حال نحن عنا هالحالة، هلأ الطبيب بعد ما يشوف المريض وياخد قصة مرضية متكاملة ويقيم الحالة ويشوف قديش شدة المرض وانتشاره، فهو رح يكتب العلاج المناسب لكل حالة. هلأ أنا دايما بموضوع الإكزيما كتير منركز أنه المريض يستخدم كتير مطريات، لأنه الجلد بيكون كتير ناشف، احنا دائما يعني ننصح المرضى انه كثير يستخدموا مطريات. هلا حتى الشيء اللي موجود بالبيت مثلا فينا تستخدم بانتينول، فينا تستخدم فازلين، الاليوفيرا، المطريات اللي بيجي بتركيبتها يوريا كثير منيحه، لاكتيك اسيد كثير منيحه، زبده الشيا. نحن اهم شيء نحن هالمطريات حتى ترمم لنا هالحاجز هذا المتضرر، السيراميد كتير منيح كمان لحتى نحن نعمل ترميم ونخلي الجلد يرجع يستعيد عافيته ويرجع يقوم بمهامه بشكل كتير طبيعي. يعني نبعد عن الزيت والعسل؟ لا، في بعض الزيوت كتير مفيدة، زيت الزيتون منيح، زيت اللوز منيح، زيت جوز الهند منيح، بس بده يعرف المريض كيف يستخدمه والتركيز. هلأ كمان بده ينتبه المريض انه مثلا في بعض الحالات اللي بيكون فيها حمامة كتير، يعني حمار كتير، حكة كتير، نحن بدنا نسيطر على الالتهاب الجلدي الموجود، فما بتكفي المطر لوحدة. صحيح. احيانا بنضطر نكتب كريمات بيكون في بتركيبتها كورتيزونات، كورتيزونات موضعيه لحتى نخفف من الحكه، من الحمار، من الاليه الالتهابيه الموجوده. احيانا مثلا نتيجه الحكه الشديده فالمريض بيعمل تخريش للمنطقه، فبتصير مدخل اسهل للجراثيم، فبيركب عليها انتاج رسومي ثانوي. هون ما بيكفيكي مطريات وما بيكفيكي الكريمات مثلا فقط كورتيزون، بدك تشاركي بمضاد التهاب موضعي. أحيانا نضطر لعلاجات فموية، لعلاجات جهازية، لمضادات هيستامين فموية حتى نخفف من الحكة الموجودة. فكل حالة نحن أحيانا نضطر بالحالات المعندة والشديدة لعلاجات ضوئية، لمثبطات مناعة، في منا فموي في منا موضعي. طبعا هي بالحالات اللي كتير شديدة واللي ما عم تستجيب للعلاجات البسيطة أو العلاجات التقليدية. فكل مريض نحن بندرسه كحالة خاصة ومنكتب له العلاجات. هذا أهم شيء أنا كان بدي أسألك عليه، أنه هو ما نعتبر حالنا مثلنا مثل جارتنا، مثلنا مثل رفيقتنا، مثلنا حتى مثل أختنا بالبيت، لأنه ممكن مثل ما قلتي أنا يكون عندي مشكلة أختي ما عندها إياها أو رفيقتي ما عندها إياها، فأنا لازم أفحص شو السبب وأعرف شو السبب، وما أنه خلص جيب أي كريم. في كتير ناس بتنزل للأسف عند الصيدلاني بتقول له طالع لي شوية حب بإيدي متحسس، أعطيني مرهم لأيدي، من دون ما يكونوا بيعرفوا شو السبب. خطورة استخدام المراهم الخطأ، يعني علاج خطأ قدي كمان بتأثر، وخصوصا اللي فيها كورتيزونات اللي ممكن هي تأدي مع الوقت انه الجسم ما عاد يستجيب لأنواع علاج تانية. صح. هلا ما في علاج واحد لكل المرضى مثل ما حكيتي، يعني الشيء اللي انت بتستخدميه ما فيني انا استخدمه، ما فيني عفاف تستخدمه، حسب كل حاله، كل شدتها، حسب المريض، شو في عنده هو بالاساس امراض ثانيه موجوده بصحته، شو عم ياخذ ادويه ثانيه، هذا كله الطبيب بده بعد ما ياخذ القصه المرضيه المتكامله هو بقى بيقرر شو لازم يعطي المريض، لانه بعض العلاجات الخاطئه بتفاقم لك الحاله واحيانا بتغير التشخيص. ممكن ما تكون إكزيما، ممكن تكون مثلا
آفة فطرية ولا جرثومية، أنت طبقتي لها كورتيزون فأنت غيرتي من شكلها السريري، فأنت بالعكس فاقمتيها، أنت ضيعتي على المريض وعلى الطبيب فرصة لأنه هو يشخص بسرعة أكثر. أحياناً هي نفسها مثل ما حكينا هي الأدوية بتعمل لك مشاكل على المدى البعيد. هي الكورتيزونات الموضعية اللي بتستخدم بشكل كتير عشوائي واللي كتير المرضى بيشتروها من دون وصفة طبية، إلها كتير مشاكلها وإلها كتير اختلاطاتها، بتعمل كتير ضمور أو رقة بالجلد، ممكن يصير عندهم المرضى مثلا مع الوقت بعد سنين لقدام مو بس جلدتهم بتصير رقيقة، بصير عندهم مثلا ظهور أوعية صغيرة، توسع شعريات دموية، ممكن يصير عندهم مشاكل فرط تصبغ، نقص تصبغ على المدى البعيد، ممكن إذا تطبقت على مساحات كتير واسعة وكورتيزونات شدتها كتير قوية إلى امتصاص جهازي، ممكن تأثر على أمراض تانية، المرضى مثلا اللي بياخدوا أدوية سكر، أدوية ضغط، ممكن خاصة الأطفال الصغار كمان اللي هن اوريدي جلدتهم رقيقة، وإذا اندهلهم كورتيزونات على مساحات كتير كبيرة أكيد بتعمل لهم تأثيرات جهازية واختلاطات هن بغنى عنا على المدى البعيد. هلا هي معدية الإكزيما ممكن تعدي؟ تماما، هو هذا دايما السؤال اللي دايما بيسألونا يا كل المرضى، لأنه دايما نحن بس نشوف حدا في بإيديه أي شيء أو أي تخرج صغير فورا بننقذ ومنخاف ومنصير نتأفف منه ومنزعجه. يعني هو دايما دايما هذا السؤال اللي سأله. هلا حتى حدا كان عم يسألني شو حلقتكم اليوم، قلت له عن الإكزيما، أول سؤال سألني أنه الإكزيما بتعدي؟ تمام. طبعا هي مرض ما نو معدي، هو مرض مناعي ابدا، يعني ما بينتقل من شخص لشخص. اذا انت صافحتي شخص مصاب بالاكزيما ولا عم تستخدمي اغراضه الشخصيه نفسها، نفس المناشف، نفس الادوات، نفس الشراشف، ابدا هو مرض ما له معدي. معظم الامراض الجلديه ما لها معديه، على عكس ما الناس بتهيئ لها. هلا ممكن المريض ينصاب باكثر من منطقه بجسمه، بس هي ما لها عدوى، يعني هي ارتكاس رده فعل مناعيه مثل ما حكينا بدايه الحلقه، هي رد فعل غير طبيعي من جهاز المناعة أو استجابة مناعية غير طبيعية لها المخرجات للناس أو خلينا نقول الأشخاص الأصحاء ما بصير عندهم نفس ردة الفعل هي نفسها، فممكن ينقل من مو ينقل، يعني ممكن تظهر الإصابة عند نفس المريض بأكثر من منطقة أو ينصاب بأكثر من مرض جلدي بآن واحد، بس هو ما بيعدي الأشخاص، يعني ما بينتقل من مريض لمريض. طيب دكتورة خلينا نقول شوي بعض العلاجات الطبيعية وأيضا بعض العلاجات الضرورية اللي لازم تكون موجودة عند هالأشخاص اللي بتكرر عندهم حالات الأكزيما، شو بتنصحيهم بعض النصائح وعن شو بتقولي خليهم يبعدوا؟ غير طبعا حكينا بالبداية أنه الأمور اللي صارت معروفة أنه هي بتهيج عنده الأكزيما، بدهم يبعدوا عن العوامل المخرجة، الصوابين اللي كتير فيها معطرات اللي كتير بتنشف الجلد، أو حتى الغسولات اللي بتكون للبشرة كمان بتنشف الجلد، هي لازم يبتعدوا عنها. حتى اللي فيها كحول اللي فيها معطرات هي كتير لازم يتجنبوها. الحمام مثلا، هلأ الناس بالشتاء كتير بتحمم بمي سخنة زيادة عن اللزوم، هو هذا غلط كتير شائع، المي لازم تكون فاترة مشان ما نخلص نحن جسمنا من الزيوت الطبيعية اللي بترطبه اللي هي موجودة عليه، وفترة الاستحمام تكون ما كتير طويلة، تكون انه ماكسيموم 10 دقائق، ونحن بس خلصنا لازم دايما ندهن كل جسمنا مطريات، ما نستخدم وقت الاستحمام مثلا ليفة كتير خشنة، وخاصة للأطفال الصغار لأنه عندهم مشاكل الإكزيما أو التأتو بأشياء، وخاصة هلأ على الخريف والشتاء كتير بيزداد عندهم هاي المشكلة وكتير بيراجعونا بالعيادات. دايما بنقول للأم حمميه بمي دافية، ما تستخدمي ليفة، لبسي طبقة قطن، إذا هلأ بدك تلبسي أكيد صوف أو شي سميك، دايما نخلي مثلا نحن أنه طبقة قطن تحته حتى نخفف نحن كتير من هالتخريج. كمان مثل ما حكينا ببداية الحلقة كتير نركز على المطريات اللي فيها يوريا واللي فيها لاكتيك أسيد كتير، واللي فيها كمان هيرونيك أسيد كمان كتير مهمة للبشرة، وبتجذب مي وبتجذب رطوبة لفترة كتير طويلة. ونتفادى نحن تبدلات درجات الحرارة كمان، يعني إذا المريض عم يعرف أنه مثلا هو بالبرد كتير أو بالشوب كتير عم بتصيبه الهجمة، فهو دايما يحاول يسيطر على الوضع، يعني هو يبدل هالعوامل هي أو نمط حياته. هلأ في ناس كمان الحمية الغذائية كتير بتفيدهم بموضوع الإكزيما، لأنه كتير مرضى إكزيما بتترافق عندهم هجمات شرة أو حساسية على بعض الأغذية مثل البيض، الحليب، المواد الحافظة، بعض أنواع الحبوب أو بعض أنواع المكسرات،
بلاحظوا انه كثير لما بياكلوا هي الاكلات عم تصير عندهم هن هجمه من الاكزيما. كمان هن يحاولوا انه يعملوا حميه غذائيه، واثبتت الدراسات انه بتفيد كثير عند كثير مرضى وبكثير. طيب قد ايه ممكن تطول الحاله؟ يعني انا امتنعت عن المي وعملت وقايه ومرطبات وقصص ثانيه، قد ايه فتره العلاج ممكن تطول اكثر شيء؟ هلا ممكن في مرضى مثلا انه يصير عندهم تحسن خلال اسبوع 10 ايام، اسبوعين، حسب كل جسم، العمر، الامراض، الادويه اللي عم ياخذها الشخص. وفي ناس مثلا الهجمه ممكن تروح سنين، في ناس لا بتتكرر ممكن 10 مرات بالسنه، في ناس لا ممكن انه المرض يروح منهم سنين كثير طويله يرجع لهم بعد ما يتعرضوا لتبدلات هرمونيه، لردود نفسيه، لتبدلات بالطقس، عوامل خارجيه. ما فينا نحن يعني ما فيني اعطيكي انا مثلا توقيت معين، حتى يعني ما فينا اي طبيب او اي شخص انه يتنبأ ايمت هالجسم ممكن انه يرتكس، ممكن انه صحيح. يتحرض ويصير عنده هجمه. يعني معلومات كثير مهمه، بنتمنى الكل يكون استفاد منها. شكرا لوجودك معنا دكتوره. شكرا لكم. شكرا لك، كنت معنا اليوم دكتوره هلا الحوش، اخصائيه جلديه. اهلا وسهلا فيك.